صباح الخير يسعد صباحك عفاف. صباح الخير يسعد صباحك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب دائما يكون مليان بالخير والصحه لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. ويوميا عم نكون معكم بمحطات عديده ومتنوعه بين الثقافه والمجتمع وايضا متابعه احداث غزه بما يخص طبعا صباحنا. غير اكيد اليوم معنا ضيوف رح نحكي فيها عن مشاكل النفسيه من الغضب وايضا رح نحكي فيها عن مواضيع متعدده. ولكن بالبدايه خلينا نصبح على عفاف عن جديد. يسعد صباحك يا سلمى. صباح الخير لجميع المشاهدين من وين ما كنتوا عم تتابعونا من داخل او من خارج سوريا. بدي اقول لكم انه بعيدا عن الفلسفه العدميه وانه والنظره التشاؤميه للحياه وانه ما في اوقات بنحس ما في اي معنى جوهري للوجود، خلينا متفائلين باليوم. بس امبارح صار تاريخ ولازم ننساه وما نضل نفكر فيه، وبكره هو مجرد لغز فما بنعرف شو ممكن يصير معنا. خلينا نستغل اليوم واللحظه الحاليه لحتى نقدر او حتى نقتنع انه نحن بنقدر نعمل فيها كل الاشياء يلي نحن عم نحاول ناجلها، والوقت المناسب بيكون لها الصحيح هو اليوم او الان. يسعد صباحكم عن جديد، مرافقكم بمحطاتنا المتنوعه والعديده، ولكن فاصل صغير وراجعين. فياد هربينا سوا مزروع فوق ترابها وعجباه كل احبابها وبتضل عالي فوق. الأولى محطاتنا عفاف وتحديدا من الحسكة. طبعا أقيمت ندوة بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، ندوة تثقيفية وتعليمية رح نتعرف أكثر على تفاصيلها وأيضا المشاركين فيها من خلال تقرير التالي. احتفاء باليوم العالمي لداء السكري، نفذت مديرية صحة الحسكة فعالية توعوية خاصة للأهالي وأطفال المصابين بداء السكري، حيث تضمنت الفعالية التي أقيمت في المديرية محاضرة تثقيفية وفقرات ترفيهية إضافة إلى توزيع الهدايا الرمزية. النشاط اليوم هو بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، بغاية هو منه تثقيفي توعوي للأهل ولمرضى السكري، وتقديم مجموعة من النشاطات الترفيهية للأطفال المصابين بالداء السكري وتوعيتهم عن طريق طريقة استخدام الأدوية وطريقة الحمية الغذائية والتعايش مع هذا المرض اللي هو مثله مثل بقية الأمراض. الهدف من الفعاليات رفع حالة الوعي لدى الأهالي والأطفال المصابين بداء السكري لناحية التعامل مع المرض وطرق استخدام الأدوية والتأكيد على أهمية التطبيب للتعامل مع المرض. صحيح جينا من بعيد بس الحمد لله أنه استفدنا في كتير شغلات، يعني مشان الأكل، الرياضة، يعني عرفت شلون، يعني شغلات كثير استفدنا. مطالبنا نحن بدنا اقلام لانه الابر عم توجع كثير، وبدنا كمان الشرائح كثير غاليه بالسوق. هذا هو مطلبنا ويعطيكم العافيه، والمحاضره كثير قيمه والحمد لله استفدنا عليها كثير. طريقه اعطاء الادويه على الانسولين السريع البطيء المختلط، يعني هاي شغلات جديده يعني عم نتعلمها، لازم نعقم العلم. والمطالب اللي نحن عم نطلبها يعني انه مثل الأقلام، أملوا لنا الأقلام، أجهزة التحليل. الأهالي المشاركون في الفعالية دعوا إلى زيادة الاهتمام بمرضى السكري خاصة الأطفال، كونهم بحاجة إلى معاملة خاصة تحتاج المراقبة الدائمة. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة.
دائما ضمن صباحنا بنرجع بالرزنامه وبالتاريخ لورا وبنستذكر بعض الاحداث المهمه يلي حصلت بمثل هاليوم. خلينا نشوف ضمن هالتقرير شو صار ب 16 نوفمبر. اليوم 16 تشرين الثاني، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1626 الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دولار. بعام 1907 ضم أراضي أوكلاهوما للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 46. بعام 1973 ضمن برنامج سكاي لاب، ناسا تطلق سكاي لاب 4 بطاقم من 3 رواد للفضاء من مدينة كيب كانفرل لمهمة مدتها 84 يوم. بعام 1996 الأم تريزا تحصل على المواطنة الأمريكية الشرفية نظراً لجهودها في مساعدة فقراء العالم. بعام 2004 وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تجري تجربة ناجحة لطائرة تتجاوز سرعتها 10 أضعاف سرعة الصوت. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 16 تشرين الثاني يوم ولادتها عام 1922 جوزيه سارماجو، كاتب برتغالي حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1998. وبمثل هاليوم سجل وفاة عدد من الشخصيات. بعام 2005 هنري تاوب عالم كيميائي أمريكي حصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1983. وبعام 2006 ميلتون فريدمان اقتصادي أمريكي حصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976. واليوم 16 تشرين الثاني هو اليوم العالمي للتسامح. رح نروح لأولى محطاتنا عفاف. يمكن اليوم العالمي للتسامح في كثير ناس بحاجة يمكن تسامح بعضها، وفي ناس بيقولوا أنه اللي بيسامح بيكون عم بيسامح كرمال نفسه وكرمال الآخرين، كرمال يقدر يستمر بالحياة. وفقرتنا الأولى رح نحكي فيها عن العنف. العنف دائما معروف عنه بيوجه القبيح، إن كان عنف لفظي بيجرح بيكون قاسي بالكلام، أو إن كان عنف جسدي بيترك أيضا آثار وندبات على جسد الإنسان وبالتالي على روحه وعلى تصرفاته وعلى سلوكه بالمستقبل وحتى بالوقت الحاضر. ولكن العنف بشكل عام هل ممكن يكون إيجابي؟ وكيف نحن بنتعرض للعنف؟ هل نتعرض للعنف بس بحياتنا أو حتى ممكن نشاهده ونتابعه من خلال التلفزيون؟ أوقات سلمى بيكون العنف حتى بالصمت أو بالتجاهل أو باللامبالاة، أو أوقات بالتقليل من شأن وأهمية نجاح شخص ما أو بإنجازاته من حد منه ومنتجاهله ومنكون لامبالين. اليوم كتير كمان عم نشوف مشاهد عنف على الشاشات وعم تأثر علينا من دون ما نكون واعيين لأثار المدمرة يلي عم تكون وعم تجي على صحتنا النفسية وعم تأثر علينا بشكل يومي، إن كان إنسانيا أو حياتيا أو حتى اجتماعيا. فنسأل حالنا ليش نحن عم يصير معنا هيك بدون ما ندرك انه هي اثار العنف نحن عم نتعرض له وعم يأثر على نفسياتنا. اليوم رح نحكي عن اسباب هذا العنف ونتائجه واعراضه وكيف ممكن اليوم نحن نقدر نحصن حالنا من هذا العنف بدون ما حتى نتأثر او نتضرر فيه. اليوم كل هاي المواضيع رح نحكيها اليوم مع الاستشارية الأسرية رهف تسابحجي. صباح الخير. صباح النور، يا هلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم. خلينا نبلش ما حضرتك عرفنا العنف أو الناس بتعرف العنف أنه هو دائما ضرر إما جسدي أو لفظي، ولكن في مفهوم أعمق للعنف، خلينا نتعرف عليه مع حضرتك. هلأ بداية العنف هو كل عمل قاسي بيقوم فيه الشخص لإيذاء الشخص الآخر. طبعا هو بيكون عنده نية أو هو عنده قصد إيجابي بده يحققه هذا الشخص كرمال انه هو يخدم الاخر. هلا في اشخاص كثير هي بتحاول انه هي تاذي الاخر، فالاذى بيكون اما معنوي او بيكون جسدي. هذا الشيء دائما بيخلي الشخص انه هو دائما يستخدم هذا العنف لحتى يحقق المقاصد تبعه. هلا دائما هذا المقصد تبعه اذا ما حققه بطريقه طبيعيه ف
فهو بحاول كتير انه يحققه من خلال انه يكون يستخدم هذا العنف، ان كان لفظي او ان كان معنوي او ان كان مادي. فلذلك الانسان كتير مهم انه يفكر بطريقة صح. لما بيفكر بطريقة صحيحة هذا الشيء بيخليه انه هو ما يأذي الاخر بهي الطريقة العنفوانية بحياته. هما نحن عم نشوف أشكال كتير للعنف، مثل ما ذكرنا أوقات بيكون باللامبالاة أو بالتجاهل أو بالصمت. هذا الشيء بيأثر علينا نحن إذا حدا عملنا بهي الأساليب، وممكن نتعرض للتعنيف بدون ما يشعر الطرف الآخر أنه هو عم يمارس علينا العنف بهدون ثلاث أساليب الثلاثة. اليوم هاي الثلاث أشكال كيف ممكن أنه تتزايد اليوم وتأثر علينا، وكيف ممكن كمان نحصن حالنا منها؟ خلينا نحكي بالبداية شو أسبابه هذا العنف. هلأ العنف أسبابه أوقات بتكون اجتماعية حسب البيئة. أوقات الشخص يلي بيكون معنف مثلا من أهله أو من المحيط تبعه، فبتلاقيه أوتوماتيكلي صار يستخدم العنف لحتى يحصل على الشيء اللي هو بده إياه، بيحصل على أي شغلة بده إياها. مثلا أوقات الولد لحتى يحصل مثلا من رفيقه بده يأخذ مثلا منه ألم، أو بدل ما يقول له مثلا أعطيني ألمك هو بصير بيخبطه لحتى ياخذ هذا الشيء. ليش؟ اوقات عدم التعليم او عدم الانتباه لهذا الموضوع من قبل الاهل، فهذا الشيء بسبب ببلش عند الطفل هي حاله العنف. طبعا الكارثه لما بيكون كمان هذا الطفل انه هو معنف من اهله، ان كانت الام اوقات لما بتعصب بتطلع خلقه، او الاب بيكون مثلا مضغوط من العمل او مضغوط من الحياه بشكل عام، فبيجي شو بيعمل؟ بتفشش بهدول الاولاد، فهذا الشيء بياثر على النفسية تبعهم وبيعلمهم، لأنه دائما الولد أو البنت القدوة تبعهم هن أهلهم، إن كان أمهم إن كان أبوهم. فإذا كان عم يستخدموا معهم إن كان كلمات عنفوانية أو طرق أو أوقات إهمال نفسي، فهذا تمام. نحن عم نحكي عن هاي الأسباب النفسية اللي نحن ما منشوفها بشكل مباشر. صحيح. هلأ الأوقات كتير الأهل بفكر أنه الولد شو احتياجاته، خاصة أنه هو عم طعميه عم شربه، الأب أنه هو عم بشتغل عم جيب لهم مصاري للولاد، هذا الشيء خلص يعني شو بدهم أكثر من هيك؟ ليش بدهم يعني؟ فبتلاقي انه الاب هو مغيب معظم الوقت، والام اوقات بتنضغط فبتصير تتفشش بهدول الاولاد. فهذا الشيء بصير عنده بيكبت بيكبت بيكبت، فلما مثلا بيروح على المدرسه بيكبر، بيروح على الجامعه فبلش بقى بيطلع معه هذا العنف، وهذا العنف بقى ببلش بقى بيزداد لحتى لما بيفوت بقى بالعلاقه الزوجيه وبده يكون اسره، فهو بيكون من الاساس مبني حياته على انه انا لحتى حصل أي شيء بحياتي لازم أخذه عن طريق هذا العنف. أكيد. بس بدي أسألك أستاذة رهف قبل ما ندخل بشو رح يصير بعدين بعد ما يتجوز. تمام. بالمقدمة انذكر في شيء اسمه عن الإهمال اللامبالاة. عادة ما بيربطوا الناس بين العنف والإهمال واللامبالاة، ممكن يعتبروها أساليب تجاهل، ممكن يعتبروها رد فعل على شيء زعجهم، بس إنه يعتبر هو نوع من أنواع العنف. كيف؟ هلا لما الشخص وخاصة مثلا بالبيت اوقات بيكون في حالة من الاهمال النفسي لاحتياجاته النفسية، يعني مثلا اهله مو فاضيين له دائما، مثلا يا عندهم شغل يا عندهم اي اعمال اخرى، او الام مثلا بالبيت دائما عندها اعمال منزلية او اعمال خارج المنزل، الاب دائما عم يشتغل بس بيجي مثلا بيحمل حاله بعدين بروح مع رفقاته، هذا الشيء كتير بيأثر على الولد او البنت، بيخليه انه يحس حاله انه انا شو دوري، انا وين انا، انا ماني موجود، يعني انتو بس بدكن فكركن انه الحياة هي بس اكل وشرب. لكن لما بتجي اوقات للاهل بتقول لهم انه انتم مقصرين بحق اولادكم نفسيا، بلك شو عم تحكوا انتم؟ ليك ما احلانا موفرين لهم، عم نجيب لهم مصاري، عم نعمل لهم، عم نساوي لهم، هذا الشيء بخليهم انه هن تتأزم نفسيتهم لانه ما حدا عم يهتم فيهم. هون بقى ببلش بدور على الاهتمام بخارج المنزل، ان كان مثلا من اشخاص اخرين او عن طريق السوشيال ميديا، فبلش جواته بضل حالة هذا العنف الداخلي، حالة الأسى، حالة الحزن. دائما الحزن 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 أوقات ممكن يا بيساوي حالة اكتئاب أو بيكون ردة الفعل تبعه بتكون عنيفة تجاه أوقات كتير، يعني لما بيقولوا مثلا أهل بيجوا استشارة أنه ابني صاير عنيف،
بالمدرسة وبالبيت وبكل تصرف ودائما، فهو نتيجة في شغلات ما عم يأخذها، في احتياجات نفسية عاطفية هو ما عم يحصلها من المنزل، من أمه، من أبوه. الأب كمان له دور كتير كبير، لما بيكون الأب دوره مغيب عن الأسرة فهذا الشيء كمان بيأثر على الحالة النفسية. صحيح. وبيعطي حالة من أوقات العنف عند الطفل. طيب كمان ذكرنا أنه نحن اليوم عم نشوف مشاهد وصور قاسية كتير وعم تأثر كمان على نفسياتنا وعلى صحتنا، إن كان نفسياً ولا جسدياً وحتى اجتماعياً عم تأثر علينا. كيف نحن اليوم ممكن نحصن حالنا من هاي الآثار أو ردود الفعل يلي بتتركها علينا هاي المشاهد؟ هلأ دائماً الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي فيها كتير مشاهد مثل ما قلتي عنف عنف عنف، خاصة خلال الأحداث يلي عم نعيشها، فهذا الشيء بيأثر على الشخص إنه هو بصير من داخله عنده حالة من التعصيب، حالة من إنه يعني أوقات ليش هو الإنسان بيستخدم العنف؟ نتيجة حالة الضعف، أول ما بيحس حاله بمرحلة معينة هو ضعيف فبتلاقيه انقلب وصار يعني مثل صار أوقات متوحش، يعني بصير بيتصرف تصرفات كل عنيفة، ممكن ضرب، ممكن قتل، ممكن يحكي كلام ما له منتبه له. فهون كتير مهم إنه نحنا نوع على هذا الموضوع، إنه إذا أول شيء الأولاد ما نفرجيهم مشاهد العنف أبدا نهائيا، وخاصة كمان مو بس المشاهد اللي يكون على التلفزيون أو على السوشيال ميديا، الألعاب، الألعاب بالوقت الحالي كل عنف 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 عنف، هذا الشيء عم يربي عندهم حالة من التعصيب الداخلي. أوقات تلاقي الشخص اللي بيلعب كتير الألعاب الإلكترونية اللي هي فيها عنف تلاقيه معصب بشكل فظيع، يعني تلاقي إذا حدا بيحاكيه كلمة بينتور فيه وبيعصب، إذا حدا طلب منه شيء بجن جنانه، وإذا خسر بجن أكثر. فتخيلي قديش هدول الشغلات عم تأسس بنفسية هذا الطفل أو حتى هذا الشاب، قديش عم تعمل له حالة من التحطيم الداخلي. فكتير مهم لما الأهل ينتبهوا لهذا الموضوع. هلأ بفترات معينة ممكن يمنعوا، لكن بس يكبر نبلش بقى بحالة الوعي، انه طبعا الوعي بالشكل المباشر للكبار ما بتفيد، لانه لك ما دخلكم فيني انا صرت كبير. صح. دائما بدنا نشتغل على اللاوعي، كيف نفهمهم انه بطريقة سلسة بطريقة يعني محببة، انه هذا الشيء اللي هن عم يعيشوه هذا حيسبب لهم أضرار نفسية على المدى القريب والبعيد. لذلك كمان الشخص لما بيتفرج على مشاهد عنف كتير مهم التفريغ، لأنه عنده بده يفرغ، يا أما بده يفرغ بطريقة عنفوانية يا بيكتئب. صحيح. طيب أستاذ رهف، شو الآثار اللي عم يتركها بشكل عام العنف؟ نحن بنقول إنه مشاهد العنف ما تروح من الذاكرة، وفي دراسة عالمية إنه الدماغ بيسجل باللاوعي أي صورة مدتها 3 سنوات أو خليني أقول 3 ثواني بتدخل باللاوعي وبتتسجل، فبالتالي بيتصرف بناء عليها من دون ما يفهمها أو يترجمها. مشاهد العنف اللي عم بيشوفها ممكن تنقلب لسلوك عنيف هو يمارسه من غير ما يحس بالمستقبل؟ طبعاً طبعاً. كيف؟ لأنه الإنسان إذا ما تبرمج بشكل صحيح بشكل واعي إنه لكل سلوك لسلوكياته لتصرفاته طريقة حل المشكلات تبعه، فهو هيطلع بقى من المخزون يلي جواته عن طريق اللاوعي تبعه. يعني مستحيلة بس صعبة حاليا. هلا كمية الضخ اللي عم بيصير. صحيح. من الصور والفيديوهات. صحيح. حتى المعلومات والأحاديث يعني كتير صعبة حاليا يتم. لذلك الإنسان دائما لازم يكون عنده جلسات تفريغ، يفهم كيف هو بده يفرغ هذا المشاعر وهذا الشيء اللي هو عم يشوفه. هلا في شغلة كتير حلوة، إنه نحنا بأي فيديو بيكون عنا بين إيدينا إذا في شغلات ما بنياها شو بنعمل لها؟ نعملها مثل إدت، تمام؟ نقطع من هون، نوصل من هون، منضيف من هون، منغير، منعدل، لحتى بعدين نعمل له مونتاج ومنطلعه. طيب عقل الإنسان عنده قدرات إنه يساوي هذا الشيء، فعنده قدرة إنه يقطع ويعمل إدت ويضيف ويحذف ويغير ويعدل. طبعا الموضوع مو بهالسهولة ومو كبسة زر مثل الكمبيوتر، لكن عنده قدرات انه يعمل هذا الشيء، بس هو يقرر انه انا عندي مشكلة، بدي عندي مشاهد
بداخلي. كتير في عالم يعني مو بس المشاهد اللي عم نشوفها على التلفزيون، كمان المشاهد اللي بتكون بحياته، إن كان حياته الأسرية أو حياته الاجتماعية، فهي فيها كتير أوقات مشاهد فيها عنف وفيها يعني تحطيم أوقات لنفسيته، فهذا الشيء بضل ماسكه وماشي فيه. بس نحن ما بلشنا ننظف، خلينا نقول هدول الفيديوهات من ذاكرته، نبلش نحط شغلات إيجابية، نبلش نعلمه إنه كيف الطريقة الصح وكيف الطريقة يلي هي مفيدة بالنسبة له، أما الطرق القديمة يلي مثلا يلي هي عنيفة أو ردات الفعل إنه هي قديش بتسبب له مشاكل، لأنه يا أما إذا ظل عم مستمر بهذا الموضوع فهو حيسبب له كارثة بالنهاية، لأنه يا حيكون يا حيأذي الآخرين أو هو حينأذى بسبب هذا العنف اللي هو جواته. خلينا نرجع للسؤال الأهم اللي هو إنه نحن اليوم عم نتعرض كتير لغير المشاهد، لا مبالاة، تجاهل، صمت عقابي خلينا نقول كان علينا ولا على الأطفال، بعد كمان عنف. كل مكان في أشكال من العنف ممكن تكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كيف اليوم بدنا نحصن حالنا إن كان نحن كبار ولا أطفال، كيف ممكن تحصين النفس من الآثار اللي بتركها العنف؟ هلأ بداية لازم نعرف كيف نتعامل مع هذا، خلينا نقول هي مبالاة تبع الآخرين أو هذا هي حالة الإهمال. هذا الشيء بخلينا إنه نحن لما يصير معنا هذا الشيء ما نتأثر فيه. طبعا لما الإنسان بيفوت لأعماقه بيفهم مشاعره، بيفهم طيب أنا هذا الشخص أهملني، طيب بدل ما نفوت بالأسباب دائما أو أب منفوت بالأسباب الخارجية، بداية يا منفوت بالأسباب العميقة اللي هي بدنا نحن كيف نحل، مثل مثلا الأزواج، مثلا الزوج بيهمل الزوجة، بيكون في لا مبالاة، بيكون في عنف أوقات، طب هي شو بدها تساوي؟ أوقات كتير في من النساء اللي هن مثلا بيسكتوا خلص يلا هاي حياتي، وفي أشخاص لا، في نساء بتلاقيها بتقيم وبتحط وبتعصب وبتكون إنه هي أعنف منه. لكن الحل الصحيح لا هاد ولا هاد، الحل الصحيح إنه هي تعرف وين المشكلة بالضبط وهو شو الأسباب يلي عم تخليه إنه هو يستخدم هذا الشيء. خلينا نقول بالعمق منبلش منعالجه، بعدين شوي شوي بلش بقى بتعيش حالة إنه هيدا الشخص هو ما عم يهملها نتيجة لأنه هو مثلا كرهانة أو ما بده إياها، ممكن أوقات نتيجة هو تربية عنده منزلية، فهي بنبلش بقى خطوة خطوة كيف نتعامل مع هي الحالة، كيف هي تتعامل معه، كيف لأنه كمان إذا هي تجاهلت وهو ضل عايش بهي الحالة وكان في أولاد هون بقى كارثة، يعني هذا الشيء حيكون حينتقلوه وحيمشي فيهم يعني للأجيال القادمة. فكتير مهم أنه تنتبه نحن شو الإجراءات اللي لازم نساويها. أول شغلة ما يضل الإنسان لما بيلاقي شخص مثلا مأهمله أنه يضل حاسس بحالة عدم التقدير، هون بقى ببلش بيشتغل على حاله بتقدير الذات، مو دائما بده يستنى تقدير الآخرين، مو دائما بده يستنى الاهتمام من الآخرين أو من شخص محدد، ببلش بقى بيلاقي جوانب تانية أنه هو بياخد منه هذا الاهتمام، هذا التقدير، ببلش بقى بيزيد الثقة بنفسه بطريقة صحيحة. طبعا كتير مهم تبع كلمة بطريقة صحيحة، لأنه أوقات زيادة الثقة بتوصل لحالة من الغرور، فهون بقى بتصير كمان كوارث يعني. فدائما الإنسان ينتبه أنه كل مشكلة كيف يحلها بطريقة عقلانية مدروسة باستراتيجيات. حياتنا لما مستخدم فيها استراتيجيات ونمشي حسب طرق صحيحة حسب مخطط، تمام، هون بقى بتلاقي حياتنا بلشت تمشي بطريقة صح. أما أوقات معظم الأشخاص لأنهم عايشين بحالة من العشوائية، حالة ردات فعل، صار هيك خلاص هيك بنعمل، هيك تربينا، هيك تعلمنا، طب في شيء جديد، خلينا دائما نطور من ذاتنا. كل ما الإنسان طور من ذاته كل ما لقى حلول لحتى يحل مشاكله. ونقطة كتير مهمة، أوقات الأشخاص ما ببلش تطلب المساعدة غير لحتى تكون خلص يعني وصلت استنفذت كل شيء، وصلت لحالة خلص ما عاد عنده ولا شيء، لذلك وبتبلش بقى تعوا رقعونا. طيب بعد ما رقعنا وزبطنا تلاقيهم خلص حملوا حالهم تركوا. طب في نقطة اسمه تطوير الذات، الإنسان بحالات السلم
بينه وبين الآخرين أو بحالات بيكون مرتاح. كتير مهم يطور ذاته، يشتغل على حاله، لحتى مو بس بيستنى لحتى لما يصير معه مشكلة لحتى تعوا ساعدوني تعوا حلولي إياها. فأهم شيء الإنسان يضل عم يطور ذاته من خلال ممكن جلسات، من خلال دورات، من خلال ندوات، من خلال محاضرات أونلاين أو فيديوهات أو قراءة كتب، من خلال مناقشات أوقات تصير بطريقة صحيحة. يعني بدل أوقات ما يقعدوا مثلا النسوان مثلا قاعدين عم يحكوا طريق يعني حكي ما بيجيب نتائج، أو كل واحدة بس عم تفضفض وتحكي وتوصل الحالة السلبية، خلينا نقول الطاقة السلبية للآخرين. خلينا نحكي بموضوع مهم، خلونا نرتقي بطريقة تفكيرنا، إنه نخلي دائما نحكي بشيء ذو فائدة، شيء يعود علينا بالنفع، نتخلص من الآلام اللي نحن جواتنا لكن بطريقة صحيحة، وليس بس إنه نحن عم نسكج تسكيج. صحيح. اليوم حكينا كتير عن يعني أساليب مهمة ممكن الناس تستفيد منها، النصيحة الأبرز تحبي تخبرينا إياها بختام حديثنا. أهم شيء الإنسان ما يقابل العنف بالعنف، يفكر دائما بطريقة مدروسة، ما يكون عنده ردات فعل سريعة، دائما يفكر بين الفعل ورد الفعل، دائما يخلي مسافة لحتى يفكر فيها لحتى ما يندم بعدين، لأنه أوقات لما بتكون ردة الفعل بتكون أقوى حتى من الفعل، فهي ممكن تأذيه وممكن تدمره بالنهاية. لذلك الإنسان مهم جدا دائما يكون عنده حالة من طريقة التفكير الصحيحة، من التطوير المستمر لذاته، وهذا الشيء بيساعده لحتى يعيش حياة سعيدة. يعني خلينا نقول انه تحصين النفس، انه نكون مدركين وعاطيين قيمة لذاتنا قبل ما نكون عم ندور على قيمة وجودنا بين الآخرين او بين الأشخاص، نحن نقدر ذاتنا ونطور منها قدر الإمكان لحتى اذا تعرضنا لاي شكل من اشكال العنف ما كثير نتأثر. شكرا كثير لك الأستاذة رهف تسابحجي. شكرا كتير. شكرا لك ولوجودك معنا. أكيد عفاف مستمرين بمحطاتنا، ولح نروح بفقرتنا التالية وتقرير إلى محافظة درعا، وأقام اتحاد الفنانين التشكيليين في محافظة درعا المعرض السنوي بمشاركة 17 فنان. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلتنا مرح المقداد. بمشاركة 17 فنانا وفنانة، افتتح اتحاد الفنانين التشكيليين بدرعا المعرض السنوي للاتحاد. المعرض يضم لوحات تنوعت بين عدة مدارس فنية، منها الواقعية والرمزية والتعبيرية، بالإضافة للأعمال النحتية لعدد من الفنانين. هذا المعرض هو فخر لنا. ليش؟ لأنه هو أقيم بعد 13 سنة بنفس هاي القاعة اللي احنا عم نصور فيها، اقيم اخر معرض ب2011 وكان في عدد كبير من الرواد اللي فقدنا جزء كبير منهم. الان نعود وبنفس الزخم وبنفس الحركه الفنيه والتشكيليه والتنوع بالاعمال والمدارس الفنيه اللي قاموا فيها، هذا فخر كبير للمحافظه. طبعا ندل على شيء ليكون انه الفنانين التشكيليين بدرعا موجودين مستمرين. قررنا انه نعمل معرض سنوي لفنانين اتحاد درعا. ضم المعرض اعمال كثير جميله لفنانين بمدارس متعددة ومختلفة، وإن شاء الله بتكون مشاركة مو الأخيرة لكن مشاركة متميزة ورح يلحقها تميز أكثر إن شاء الله. لوحات الفنانين تناولت مواضيع تحاكي الواقع المعاش، منها ما جسدت قسوة الحرب والهجرة من الوطن، ولوحات عكست معاناة الشعب الفلسطيني القابع تحت وطأة العدوان الصهيوني، ولوحات طبيعية تجريدية تحاكي معاني الأمل والعطاء. مشاركتي طبعا ضمن العمل، في عندي أعمال معدنية هي بقايا الشظايا وبقايا قذائف آثار الحرب على البلد، تحطيم البلد، فجمعتها وسويت منها أشياء جميلة، منها السنابل وورود وأزهار، وبنفس الوقت طرحت موضوع الهجرة، الهجرة إلى الغرب، فعائلة كاملة موجودة حاملين أمتعتهم وماشيين. تركيبية يعني منظر طبيعي، واللوحة اللي حدها سميتها صرخة وجع، يلي هي بتعبر عن أوجاعنا نحن، عن أوجاع أغلب الدول بوضعنا الحالي، فهو هيك حبيت
أشارك بالمعرض بلوحة مؤثرة، لوحة لها مشاعر، وحبيت فكرة المعرض كثير. يعني المعرض أقيم في مقر الاتحاد بعد انقطاع دام لأكثر من 12 عام، وجاء لإحياء العديد من المشاريع الفنية للفنانين الرائدين على مستوى المحافظة، وتشجيعا للفنانين الجدد على طرح أعمالهم الفنية. مرح المقداد، الإخبارية السورية. صباح الخير عن جديد. دائما بساحات المعارك وساحات الشرف بيكون للرصاصة وقعة بإجلاء الظلم، ولكن اليوم وقت عم يتعلق الأمر بقضية وجود على مدى أكثر من 75 سنة من المقاومة لإثبات الحق. اليوم عم تصير الكلمة بوقع الرصاصة، وعم يكون تأثيرها يمكن كمان أوقات أقوى من الرصاصة على الأعداء. هذا الشيء كلياته بأقلام الأدباء وأيضا بالتأثير بعقول قرائهم. أكيد عفاف، مثل ما بنعرف القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى المحورية. جرح ينزف من أكثر من 75 عام في قلوبنا وعقولنا، وأيضا حبر على ورق لكثير من الأدباء والكتاب، وأيضا المعروفين بأدباء الفن المقاومة. اليوم ما هو تأثير الأدب فيما يحدث الآن؟ كيف يستطيع أن ينقل ما يحدث ويوعي أكثر ويشرح عن هذه القضية الفلسطينية؟ تفاصيل كثير رح نسأل عنها. طبعا ضيفنا بالاستوديو الدكتور محمد الحوراني، وهو رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله وأوقاتكم وأوقات المشاهدين الأعزاء. صباح الخير دكتور. أسعد الله صباح. يعني اليوم ما نحن عم نحكي من عقود، نحن في جرح عم ينزف جواتنا، وللقضية الفلسطينية إلى وقع خاص بقلوب كل حدا سوري اليوم، ولكن الأدباء ما قصروا هون، كانوا بكلمتهم كلامهم أقوى من رصاص أوقات تجي على العدو وتبين الحقيقة بكثير من الأخبار وكثير من الأحداث. اليوم كيف ممكن للأدب أنه يكون فاعل ومؤثر كمان وبأقل مبدعيه؟ نعم، بداية لابد من توجيه الشكر لكم على هذه الحلقة وعلى هذا العنوان تحديدا، وأيضا لابد من الترحم على أرواح الشهداء سواء في سوريا أو في فلسطين، أو شهداء الواجب الإنساني والواجب المقاوم. عندما نتحدث عن الحرب أو عندما نتحدث عن الحروب بالعموم، لابد أن يكون هناك أكثر من مقاتل في ساحة المعركة. هذا المقاتل يمكن أن يكون موجودا في نفس اللحظة التي تعلن فيها المعركة أو التي تبدأ فيها المعركة، ويمكن أن يكون موجودا ما قبل المعركة، وهو الذي يجب أن يكون وهو الحاصل. لماذا يجب أن يكون كاتبا؟ لماذا يجب أن يكون حاضرا هذا المقاتل؟ وعندما أقول حاضرا قبل المعركة، فإن هذا يعني الكاتب والأديب في كل الأجناس الأدبية المختلفة، سواء أكانت بحوث أو دراسات أو قصة أو شعر أو مسرح أو رواية أو أي جنس أدبي، حتى الترجمة لها حضورها في هذا المشهد. لماذا؟ لأننا نحن عندما نتحدث عن معركة، حدثت هذه المعركة وانتهى كل ما يتعلق بهذه المعركة، إذن ضاعت دماء الشهداء وذهبت سدى. ولكن عندما يكون هناك فعل ثقافي، عندما يكون هناك فعل إبداعي، هذا الفعل الإبداعي من شأنه أن يؤجج وأن يحضر لهذه المعركة، ومن شأنه أيضا أن يجعل الأسباب حاضرة ومقنعة عند المتلقي. بمعنى، أنا عندما أقول للطفل، عندما أقول لهذا الشاب بأنه يجب علينا أن نستعيد حقوقنا المغتصبة، ما هي الأسباب التي دفعت لاغتصاب هذه الحقوق؟ أين هي هذه الحقوق التي اغتصبت؟ ما هي مساحة هذه الأرض؟ ما هي المجازر التي ارتكبها العدو أثناء هذه المعركة؟ هذا ليس من مهمة المقاتل في أرض المعركة الذي يحمل الرشاش أو الذي يطلق الصاروخ أو ما شابه ذلك، وإنما من مهمة أشقائه في المعركة، ولكن من مهمة أشقائه المقاتلين الأدباء. هنا يأتي دور الأدب، وتحديدا الأدب الملتزم. ونحن نعلم بأنه هناك الكثير من الأدباء في وطننا، سواء في سوريا أو في الوطن أو حتى في العالم،
من الأدباء الذين ذهبوا بهذا الاتجاه والذين كانوا يؤرخون من خلال إبداعاتهم، من خلال كتاباتهم، من خلال نصوصهم للحروب، أو الذين كانوا يشجعون أبناء أمتهم على استعادة ما سلب من حقوقهم. يعني مثلا هنا أنا عندما أتحدث عن شاعر بحجم نزار قباني الذي يذهب الكثيرون إلى أنه شاعر المرأة، ولكن نزار قباني شاعر مقاوم بشكل أساسي. عندما حدثت نكسة 67 أو حرب 67، نزار قباني لم يعد عنده القدرة والإمكانية للكتابة حسب قوله، بل إنه وجد أن الدنيا امتلأت ظلاما. حتى أتى عام 73 حرب تشرين، هنا بدأ يكتب بطريقة مختلفة. ولكن أيضا نزار قباني هو الذي كان يؤسس لهذا الفعل المنتمي ولهذا الفعل المقاوم، وهو الذي كان يفخر دائما عندما تحدث أي معركة من شأنها أن تعيد للأمة ما سلب من حقوقها وما هدر من مالها وما سلب أو ما تم الاعتداء عليه من كرامتها. لذلك نجد أن قصائد نزار قباني ما بعد حرب تشرين تختلف تماما عما قبلها، وهناك أيضا تحفيز. وعندما نقرأ بعض قصائده التي تتحدث تحديدا عن فلسطين وكيف يفخر هو وغيره من الأدباء بأنه أصبح عندهم بندقية وبأنهم سيذهبون للقتال، وأيضا عبد الرحيم محمود الذي قال سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، هذا النوع من الأدب وهؤلاء الأدباء هم الذين يجب التركيز عليهم. وهؤلاء الأدباء بالمناسبة هم حاضرون اليوم فيما بيننا. يعني اليوم عندما نتحدث عن معركة كتلك التي تحدث في فلسطين، وهي معركة غير مسبوقة على الإطلاق، لا في همجيتها من قبل المحتل الصهيوني ولا في البطولة التي أبداها الشباب الفلسطيني المقاوم في 7 من تشرين الأول. يعني هي كانت غير متوقعة حتى بالنسبة للعدو الصهيوني، لا بل إنه حتى الصحافة حتى مراكز الدراسات والأبحاث الصهيونية قالت بأنه لم يكن هناك حتى توقع بأن يحدث مثل هذا. وهذه الحرب أنستهم حتى حرب تشرين. نعم ربما كانت حرب تشرين فيها كثير من الإيجابيات، كان فيها نوع من التضامن العربي، كان فيها شيء من هذا، ولكن هذه المعركة نسفت كل ما كان موجودا عند الصهاينة وما كان موجودا أيضا بمخيلتنا نحن الذين اعتقدنا لفترة طويلة بأن هذا الكيان لا يمكن لنا أن نهزمه ولا يمكن لنا أن ننتصر عليه ولا يمكن أن يزول. نعم هذا الرأي كان موجودا عند البعض بسبب تغول هذا الكيان وبسبب ممارساته وبسبب علاقاته، ولكن ما إن حدثت الواقعة حتى أدركنا جميعا أنه يمكننا أن ننتصر على هذا الكيان عندما نمتلك الإرادة. إذن الآن كيف يمكننا نحن أن نجسد وأن نكرس هذا الفعل البهي من خلال أدبنا ومن خلال ثقافتنا؟ هذه مهمة الكتاب والأدباء، وأنا أعتقد أن الأدباء والكتاب بمختلف الحقول الأدبية بدأوا بتدوين هذا من خلال كتاباتهم، وهو موجود. المتابع للإعلام، المتابع للصحافة المهتمة، الصحافة الأدبية، يجد أن هناك الكثير سواء كان من القصائد أو من القصص أو ما شابه ذلك. الآن لم تنضج بعد رواية متكاملة حول هذا الحدث، ولكن أعتقد أن هناك من يشتغل على هذا. أيضا هناك موضوع مهم للغاية يجب الاشتغال عليه، وهو التركيز على الأطفال الفلسطينيين. هذا جانب آخر يمكن أن يتحدث فيه المرء. أكيد دكتور محمد، خلينا بس نذكر كمان أنه نحن بزمن مختلف قليلا عن زمن طبعا الشاعر الكبير نزار قباني وغيره من الشعراء. اليوم نحن في زمن الصورة، بطل الصورة إلى تأثير كبير جدا، ممكن مادة 25 ثانية من دون أي كلمة تعبر بشكل واضح وصريح عن رسالة وتنحفر بالذاكرة، وممكن تعمل نفس رسالة قصيدة كاملة. صحيح. هذا تحدي كتير كبير اليوم. هل ممكن للأدب أن يجاري هذا الزمن، زمن الصورة، زمن السوشيال ميديا، وأن يحافظ على مكانته بأنه هو البوابة الأولى لتأريخ كل أحداثنا وكل ما نعيش به؟
هذا جانب مهم للغاية، وجانب الصورة هو الجانب الأهم في أي حرب، ولا سيما في حرب من هذا القبيل مع الكيان الصهيوني. وإلا لو لم تكن الصورة قوية ولم تكن حاضرة لما شاهدنا أن العدو الصهيوني يستهدف الإعلاميين ويقتل الإعلاميين في ساحات المعركة. إذن هذا هو استهداف للصورة، هذا هو استهداف لنقل الرسالة كما هي، ما يحدث في المعركة. وما إغلاق أو منع قناة الميادين قبل يومين من العمل في فلسطين المحتلة إلا تأكيد على هذا. على الآن تأثير هذه كيف الصورة. على تأثير الصورة بالتأكيد، الصورة لها الأثر الأكبر بدون أدنى شك في ساحة المعركة. فأنت إما أن تكون مع هذا الفعل المقاوم، وإما أن تكون ضده كسوشال ميديا، كقنوات فضائية، كما شابه ذلك. وبالتالي هذه الصورة ستذهب إلى الأديب، سيتلقفها هذا الأديب ويصيغها بطريقته، من خلال قصيدة، من خلال قصة، من خلال مسرحية، من خلال كل شيء. هذا هو التزاوج بين الأجناس الأدبية المختلفة. ولاحقا عندما يتم مثلا إنتاج مسلسل أو إنتاج عمل سينمائي أو ما شابه ذلك، سيكون معشقا بكل هذا، ستكون الصورة حاضرة فيه، ستكون القصيدة، ستكون المعلومة التي يمتلكها الباحث أو الذي يمكن أن يحللها الباحث، ستكون جميعها حاضرة في هذا. ولأهمية الصورة، فإننا نحن اليوم الآن في اتحاد الكتاب العرب نشتغل على إنتاج مادة فيلمية لا تتجاوز ربع ساعة تماما، تحكي معاناة أطفال فلسطين وما حدث لهؤلاء الأطفال الفلسطينيين خلال هذه الحرب. هناك مهمة كبيرة على الكاتب والأديب، وهي مهمة أقرب ما تكون إلى المهمة النبوية إن صح التعبير. يعني يجب أن تكون هذه المهمة مهمة مقدسة للغاية. اليوم لماذا تكون الحرب مكرسة بشكل أساسي على قتل الأطفال والنساء؟ اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 5000 طفل، عن أكثر من 2000 امرأة، عن حوالي 1500 طفل مفقود. طيب لماذا هذه الحرب على الأطفال؟ هؤلاء لا علاقة لهم. عندما نستهدف الخدج والرضع لماذا؟ هي محاولة لقتل الهوية، لقتل حتى لا يكون أحد شاهدا على هذه المجزرة أو على هذه المجازر التي تحدث. الآن هنا يأتي دور الأديب. أنا كإعلامي أنقل لك الصورة، أضعها بين يديك أنت كباحث كأديب، ولكن أنت كيف ستصيغها وكيف ستعمق هذا الفعل عند الآتين من أبناء هذه الأمة وعند الأجيال اللاحقة؟ هذا هو السؤال الأهم الذي يجب أن نشتغل عليه، والذي يجب أن يكون حاضرا في كل مؤسساتنا الثقافية والإعلامية والتربوية أيضا. طيب دكتور، هون الأدب عم يوثق للشعوب الحروب والأحداث بحقيقتها بدون أي تزييف، من مشاهد قاسية من أطفال خدج رضع هالي تشردوا. هذا الشيء ما بيكون له خطورة على عقلية الشعوب اليوم؟ لا يوجد خطورة على عقلية الشعوب بقدر ما هو توعية لهؤلاء. يعني أنا عندما أضع بين يدي أطفال سوريا مثلا ما يحدث لأطفال فلسطين، إذن هذا هو المصير واحد. يعني عندما يتمكن الكيان الصهيوني من الانتصار على فلسطين ومن قتل أطفال فلسطين، من يعتقد بأن هذا الكيان المجرم سيكتفي بالقضاء على أطفال فلسطين؟ ألم نعاين نحن ونعايش في سوريا حربا كانت بشكل أساسي يقودها الكيان الصهيوني وحلفاؤه؟ إذن هي حرب للقضاء على كل من لا يقدم الطاعة والولاء المطلق للكيان الصهيوني، وهي حرب أيضا على كل من يطالب بحقوقه. نحن اليوم عندما نتحدث عن الشعب الفلسطيني لا نتحدث عن أشخاص أو عن شباب مقاوم ذهبوا من أجل أن يأخذوا أرضا ليست لهم. من قال هكذا؟ هم عندما دخلوا إلى تلك الأماكن فإن هذه الأماكن هي أرضهم، وهذه الحقوق هي حقوقهم التي انتزعها العدو الصهيوني منهم بتآمر غربي وتآمر دولي، وحتى ببعض التآمر العربي من قبل الإخوة ومن قبل الأشقاء. إذن هم
من حقهم كما من حق السوري أن يدافع عن أرضه وأن يطرد كل غاز وكل طامع بها، أيضا من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن أرضه. هذا على الإطلاق لا يمكن أن يشوه الصورة، وإنما يمكن أن يجعل الواقع أكثر بهاء مما هو عليه الآن. نحن عندما نقدم لأطفالنا الصورة الحقيقية لأطفال فلسطين، عندما نقدم الصورة الحقيقية للمقاومة الفلسطينية بهذه الطريقة، فإن هذا أيضا يجب أن يعطينا حافزا بأن ندافع عن أرضنا، بأن ندافع عن مقدساتنا، بأن ندافع عن أهلنا بكل ما أوتينا من قوة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بعزة وبكرامة إلا بأرضه وعلى أرضه. يمكن هاي الخطورة وهي المشاهد وهي الحقائق نفسها وحملا روحي على كفه هي نفسها ممكن تشكل خطورة على العدو. هو كلها. هو هذا الذي يجب أن يحدث. هي عندما أنا أتحدث عن قصة مقاومة أو عن قصيدة مقاومة، وعندما أحفز الفعل المقاوم عند الشباب وعند الناشئة، فما هو الهدف منه؟ هل الهدف منه يجب أن يكون الخنوع والابتعاد عن ساحة المعركة وعن المطالبة بالحقوق، وأن يكون هذا الشاب أو هذه الأجيال أن تكون منبتة عن ماضيها، منقطعة عن ماضيها؟ لا على الإطلاق، بالعكس، يجب أن تكون هذه الأجناس الأدبية جميعا محفزة لشبابنا على خوض المعارك. طبعا عندما أنا أتحدث عن معركة، يعني أنا لا أتحدث عن شباب سيذهبون إلى الملاهي والمقاهي كما يقال، بل من قال بأن ذلك الشخص الذي يذهب إلى ساحة المعركة يعتقد ولو 1% بأنه سيعود إلى أهله؟ معظم هؤلاء الشباب كما هو الواقع عندنا نحن في سوريا، عندما كان يذهب الشاب، عندما كان يذهب الجندي المقاتل السوري إلى ساحة المعركة، في معظم الأوقات كان يودع أهله. وهذه هي الحال التي يجب علينا نحن أن نعيشها، لأن هناك قضية أسمى من الحياة التي نعيشها. نحن عندما نقدم حياتنا ليست رخيصة وإنما غالية من أجل وطننا، فإنما نقدمها من أجل أن ينعم بقية أبناء الوطن بالعزة وبالحياة الكريمة التي يستحقونها. لذلك فإننا نحن عندما نحفز هؤلاء الشباب من خلال القصائد، من خلال القصص، من خلال الأعمال المسرحية، الأعمال السينمائية التي يجب أن يتم الاشتغال عليها لأنها مهمة للغاية في هذا الموضوع، فإننا نكون قد قمنا ببعض الواجب تجاه أولئك الذين قدموا أرواحهم من أجلنا ومن أجل أن نحيا بعز وبكرامة. أكيد دكتور محمد، كمان اليوم ما فينا ننسى بأنه كل ما يشهد أهلنا في فلسطين من وحشية الاحتلال هو ليس شيء بعيد عنه وليس شيء جديد. نحن قرأنا وسمعنا عنه الكثير من هذه الوحشية على مر العصور، اليوم يعني من 75 عام إلى اليوم لم يتوقف هذه الصورة الوحشية. الوصف، حقيقة الوصف كما قلت يجب أن ننقل الحقيقة. اليوم هناك ربما وسائل إعلام موجودة، ولكن لكل وسيلة إعلام وجهة نظر وجهة تقف وتحاول أن تظهر الحقيقة من وجهة نظرها، بينما يبقى الأدب قادر على أن يحافظ على ثباتية الوقائع بشكل أكبر. لأي درجة اليوم محملون نحن بهذه المسؤولية تجاه الأجيال القادمة؟ نعم، كما تفضلتي، هذه يعني ما يحدث اليوم لأهلنا في فلسطين أو ما حدث في سوريا هو ليس طارئا على الإطلاق على فلسطين أو على سوريا أو على المنطقة. هذه المنطقة مستهدفة منذ زمن بعيد، يعني أنا حتى ما يروح الواحد لفترة كتير موغلة بالقدم كما يقال، نحن في عنا الحملات الفرنسية اللي كانت بقيادة نابليون بونابرت، يعني سنة 1798 أو 99، خلال هاي الفترة كيف كانت هناك محاولة لقتل الحياة وللسيطرة على بعض المدن في فلسطين، ولا سيما عكا وبعض المدن هناك، وكيف أمعن الفرنسيون في تلك المنطقة قتلا وتهجيرا وفقئا لأعين الناس وتشويها بهم. كان هناك، يعني تتحدث المصادر التاريخية عن أنه في إحدى المعارك كان هناك أكثر من 5000 شهيد من أبناء فلسطين، هناك من أبناء عكا ومن أبناء تلك المنطقة، ولكن لم ينجح المستعمر ولم ينجح نابليون وفشل على أسوار عكا. إذن هذه هي إرادة الحياة. كيف تم تدوين هذه المعارك قبل
أكثر من 200 أو 300 عام دونت بطريقة المؤرخ الحصيف، المؤرخ الذي ينقل الأحداث كما هي. نحن ليس من أخلاقنا أن نشوه حقيقة ما يجري. اليوم هناك إعلام ينقل الصورة كما هي، يعني اليوم لم يعد هناك إمكانية لتشويه الكتابة كما كان سابقا، أو كما كان يقال بأن التاريخ يكتبه المنتصرون. الآن التاريخ يكتبه أهل المعركة وأولئك الذين يتابعون عن كثب ما يحدث من خلال وسائل إعلام. يعني أنا مثلا إذا بكرة بدي أجي أكتب من خلال بحث أو من خلال دراسة أنه لحد اليوم، نحن اليوم 15 أو 16 الشهر، صار في عنا 50,000 شهيد فلسطيني، بالتأكيد سيكون هناك سهولة كبيرة في نصف هذا الرقم. لا، نحن بنقول أنه نحن كان العدد هو 11,000 شهيد، وهو عدد كبير جدا، ولا سيما إذا تحدثنا عن الأطفال وعن النساء. من هنا تأتي الأمانة العلمية بنقل الحدث كما هو. ولكن وأيضا عندما نتحدث عن محاولة أو عن نجاح الكيان الصهيوني بالدخول إلى بعض الأجزاء أو إلى بعض المناطق في قطاع غزة، كيف دخل؟ هل دخل دون مقاومة؟ لا على الإطلاق، هو دخل بعد حرب همجية، بعد حرب تدميرية إرهابية لم تبقي مكانا تقريبا ولم تبقي بناء، بعد أن اتبع سياسة الأرض المحروقة. هذا ما يجب علينا أن نتحدث عنه. ومع هذا فإنه جوبها بمقاومة كبيرة. صح. على الرغم من كل التقدم في الأسلحة الموجودة معه، وعلى الرغم يعني إذا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكان والبريطانيين والفرنسيين بيطلبوا من الإسرائيلي من الصهيوني أنه خفف شوية هالأسلحة اللي عم تستخدمها، يعني هن قديش بيعرفوا أنه هي أسلحة بتروح بحروب ما بين دول كبيرة، مو أنا رايح على منطقة صغيرة ما بتشكل مساحتها شيء بالنسبة لها المساحات العالمية، وعم ألقي عليها آلاف الأطنان من الأسلحة. صحيح. هذه مهمة الكاتب، يجب أن يسلط الضوء على هذا كله، لأن هذا له علاقة بالإرادة وله علاقة بإرادة الحياة وبالكرامة وبالفعل المقاوم. هذا الفعل المقاوم يعني لا يمكن لأي كان أن يتحدث عنه ولا يمكن لأي كان أن يتبناه. شوف الفارق ما بيننا مثلا بين أصحاب بين أهلنا في فلسطين وما بين اليهود. اليهود هن الصهاينة لمم، اجوا هون ما في شيء بيربطهم بهي الارض، وبالتالي ما ان بدات الحرب حتى كله صار بده يروح، هذا بده يروح على بولندا. أكيد. وهذا على امريكا. أكيد. وهذا على فرنسا. الحديث يطول، يعني اذا اردنا ان نتحدث بالضبط. عن قضيتنا الاساسيه فلن نستطيع ان بالضبط أن بينما نتحدث. المقاومين ظلوا متشبسين بارضهم، هذا الفرق الكبير بيننا وبينهم. صح. دكتور محمد شكرا لك، نورت صباحنا، واكيد اليوم مهمه الكاتب والاديب هي مهمه صعبه كمان، بتلعب دور كبير بمواجهه خطر كمان تحريف الوقائع وتزوير التاريخ. كتير حقائق وكثير معلومات نحن بنشوفها من خلال كتابات الأدباء. شكرا لك. شكرا. دكتور. شكرا لكم. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا. أسعد الله وصباحكم. وصلنا لنهاية صباحنا سلمى، شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من خلال فقرتنا الصباحية. كونوا بخير من هون لبكرة بفقرات جديدة وأكيد مواكبة لجميع الأحداث بفلسطين وغزة. ليوم السبت انطرونا بصباح جديد. شكرا لكم وكونوا بخير كمان. أكيد عفاف، نهاية أسبوع بنتمنى للكل أكيد يكون على خير، ودائما بنكون معكم كل يوم سبت ببداية الأسبوع بحلقات جديدة. أي موضوع بتحبوا تراسلونا فيها لا تنسوا تبعتوها على صفحة الأخبارية السورية صباحنا غير، لحتى تكون موجودة ضمن ضيوفنا. وأكيد مستمرين بشاشة الأخبارية بتغطيات مستمرة عن الأحداث في سوريا وأيضا في غزة. ضلوا بألف خير، إلى اللقاء.